بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جماعة دلوقتي هنشرح البرامج بتاعة الاساينمنتات، تمام؟ هشرحها بريتم سريع يعني كده بسرعة، ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر. وفي حاجة كمان عايز اقولها، افهم البرنامج وما تحفظهوش. ليه بقى؟ لان ده توقع يعني، وممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط، لان استحالة يعني هتيجي في الامتحان وتلاقي يقولك اكتب لي برنامج من الاول للاخر، والا كده الدكتور بيضيع على نفسه 10 درجات مثلا او 5 درجات على كتابة برنامج، مع انه ممكن يستفاد بال5 درجات دول في انه يجيب لك اسئلة تانية في المنهج. يعني ده توقعي وبراحتك يعني، ما تمشيش عليه، تمام؟ نبدأ بقى. اول حاجة هنشرح كده كام حاجة بره الاساينمنت، وبعد كده نخش في الاساينمنتات على طول عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. اول حاجة ايه الفورك دي؟ الفورك دي اللي هي هتلاقيها اساس المواضيع كلها. بص يا سيدي، ده برنامج حلو، وظيفة البرنامج ده ان هو بيعمل بروسيس تانية، هيعمل لك بروسيس تانية ويجيب لك البروسيس اي دي بتاعها. طب ايه بروسيس اي دي وايه بروسيس تانية وايه الدنيا دي؟ بص يا سيدي دلوقتي، خلينا متفقين على مبدأ اي بروسيس في الدنيا ليها بروسيس اي دي. بروسيس اي دي ده عامل زي رقم البطاقة بالظبط، ورقم البطاقة ده بص بتلاقيه يونيك، يعني عمرك ما هتلاقي رقم بطاقتك مع رقم بطاقة زميلك اللي جنبك ولا حاجة، لا ده بيبقى رقم ايه معروف ما بين الناس كلها. اديك مثال، في كوماند اسمه بي اس، بي اس ده بيعرض لك كل البروسيس الاكتيف اللي شغالة حاليا، يعني او الحاجات اللي شغالة. بص يا سيدي تعالى مثلا نشوف كده بروسيس اسمها ايه، باش، هتلاقي البي اي دي بتاعها كام؟ مش عارف 15766 مش عارف كام. مثلا بروسيس تانية اسمها بي اس، هتلاقي بروس اي دي بتاعها كام؟ مش عارف 15 7، مش كام مش عارف ايه، المهم اي رقم يعني، تمام؟ يبقى انت كده عرفت ان بروسيس اي دي ده اللي هو الرقم اليونيك اللي عمره ما هيتكرر على مستوى البروسيس، عامل زي رقم البطاقه. طيب نرجع بقى للبرنامج بتاعنا. والله البرنامج بتاعنا اول سطر مثلا بيقول لك ايه، بيقول لك انا هعرف فاريبل اسمه بي اي دي من النوع البي اي دي اندر سكول تي. هي انا مش عارف يعني، انا بخمنها الحته دي، هتلاقي البي اي دي اندر سكول تي دي ما يعني مش يعني عامله زي انت، عامله زي فلوت، حاجه زي كده يعني، نوع فاريبل. طيب بعد كده قلنا يا عم البي اي دي ساوي لي الفانكشن اللي اسمها فورك. الفانكشن اللي اسمها فورك دي بتروح جايه مكريته لك تشايلد، تمام، وبترجع لك رقم البروسيس اللي تشايلد اتكريت بيها، او بترجع لك رقم البطاقه بتاع اللي تشايلد، تمام؟ بالمنظر ده كده بالظبط، ادي اهو، ادي البرنامج الكبير بتاعنا اهو، وفي الفورك، تمام؟ تروح جايه عامله ايه بقى؟ تروح جايه اول لما برنامج كبير يشوف فورك يروح جاي عامل كده مره واحده كده، ادي تشايلد، ده اللي تشايلد بتاعه، حلو؟ وفي رقم مثلا 5321 مثلا، يروح جاي ايه؟ مرجعه في الفاريبل اللي اسمه بي اي دي، اللي هو الفاريبل اللي اسمه ايه بي اي دي، تلاقي الرقم ده راجع في الفاريبل ده، حلو. وفي حاجه كمان خد بالك منها، البرنامج ده مش فيه شويه اوامر هنا مكتوبه، صح؟ مش فيه شويه اوامر اهي من بعد الفورك، من بعد الفورك فيه شويه الاوامر، بتروح جايه بقى شويه الاوامر دي متاخده كوبي، حلو، شويه الاوامر دي اهي متاخده كوبي وتتحط في التشايلد زي ما هي، تمام؟ خد بالك من الحته دي علشان هتقابلها. وفي حاجه كمان، يبقى احنا كده ثواني نراجع بس على الحته اللي احنا قلناها، قلنا الفورك بتعمل لي تشايلد، والتشايلد ده بياخد رقم، الرقم ده يرجع في البي اي دي، وبعدين باخد شويه الاوامر اللي تحت اللي هم دول واحطهم كوبي في التشايلد. دي حاجه. الحاجه التانيه، شايف انت الفاريبل بي اي دي اللي اتحط هنا؟ بتلاقي هو نفس الفاريبل هنا بس بقى بصفر، بتلاقيه كده بايه، بيتحط هنا تاني بس مخفي كده، انت اعتبره ان هو مخفي بس انت حطه بصفر، تمام؟ او تصفر او راجع للقيمه الديفولت بتاعته اللي كان عليها من قبل كده. انت من ساعات مثلا تقول مثلا انت سي وبرنت اف سي، تلاقي السي مثلا طلع بصفر مثلا، دي بتبقى اسمها قيمه الديفولت. او مثلا في الموبايل بتاعك اللي هي اعدادات ضبط المصنع، بتلاقي الموبايل بتاعك راجع لاصله خالص، راجع وهو ايه اكنك لسه شاري. طيب نرجع تاني للبرنامج بتاعنا. طيب احنا قلنا هنا ايه، في فورك، حلو، واتفقنا ان التشايلد هياخد الكلام ده وياخده كوبي ويصفر البي اي دي. طيب ننزل نكمل برنامج. والله لو البي اي دي اقل من الصفر يبقى معنى ذلك ان انا ما قدرتش اعمل فورك، دي فيها حاجه، ده معناها ان انا ما قدرتش اعمل تشايلد او اعمل بروس كتير، تمام؟ والله لو البي اي دي بصفر، ها خد بالك صفر، ها صفر، الصفر ده يبقى الكلام ده هيتطبق على مين؟
على التشايلد، كل الكلام اللي ما بين القوسين دول هيتطبق على التشايلد. تمام، اعمل لي الامر ده. طيب والله لو مش بصفر، معنى والله لو مش بصفر يبقى معنى ذلك ان الكلام ده هيتطبق على البرنامج العام الكبير بتاعنا، او الاب او البيرنت اللي هو ده. وخد بالك من حتة، اوعى تنسى ان الكلام ده موجود في التشايلد ده، عشان الحتة دي مهمة جدا وهنحتاجها قدام. طيب تعالى كده نشوف ايه الكلام اللي في البيرنت. ايه الويت دي؟ عبارة عن ايه الويت دي؟ بص يا سيدي، الويت دي عبارة عن فانكشن كل وظيفتها في الدنيا ان بتقول للبرنامج الكبير ده، شايف يا عم البرنامج الكبير ده، استنى لما التشايلد بتاعك يخلص شغله وبعدين تعالى انت كمل شغلك. كمل شغلك يعني ايه؟ يعني كمل لي السطر ده. يبقى انا تاني الويت هتروح جايه تقول للبرنامج الكبير ده، البرنامج الكبير ده تقول له ايه؟ تقول له بص استنى لما التشايلد بتاعك يخلص شغله. تمام، معنى يخلص شغله ان هو يخلص شويه الاوامر اللي ما بين القوسين دول. تمام، وبعدين كمل يا عم البيرنت ايه شغلك انت، دي ما فيهاش حاجه. طيب في حاجه كمان، خد بالك من الفانكشن دي مهمه. جيت البي اي دي، جيت البي اي دي دي بترجع لك البروسيس اي دي. ماشي، طب ماشي، معلش اركن حته الفانكشن دي عشان انا سبقت بحته. تعالى كده لو رنينا برنامج، تتوقع انه اللي هيتطبع الاول، هل هيتطبع ده ولا هل هيتطبع ده الاول وليه؟ تمام، فكر كده شويه كده، 5 ثواني طبعا عشان وقت الفيديو. تمام، طيب هو في الواقع اللي هيتطبع للتشايلد. ليه بقى؟ لان هيتطبع حته التشايلد الاول. ليه بقى؟ لان احنا قايلين هنا تحت ايه؟ ويت. ويت يعني اصبر، اصبر لما التشايلد يخلص شغله وبعدين تعالى يا عم البيرنت كمل شغلك. تعالى كده نرن البرنامج اهو، هتلاقي اهو بص اي ام تشايلد اند مي اند ماي بي اي دي از كذا، وبعد كده قام جال بيرنت خلص شغل. اقفل يا عم الحاج. طيب ايه تاني؟ نرجع بقى للجيت بي اي دي. جيت بي اي دي بترجع لك البروسيس اي دي او رقم البطاقه للبروسيس اللي هي فيها، فاهمني؟ يعني هترجع لي رقم البطاقه. والله لو انا واقف في البيرنت رجع لي رقم البطاقه بتاع ايه؟ بتاع البيرنت. ولو انا واقف في التشايلد رجع لي رقم البطاقه بتاع ايه؟ بتاع التشايلد. طب بص خد بالك من حته، خد بالك من حته. بص يا سيدي، اي ام ذا تشايلد اند ماي بي اي دي از كذا. ليه البي اي دي بتاع التشايلد ما طلعش بصفر؟ اشمعنى؟ اشمعنى طلع برقم يعني؟ مع ان احنا قايلين ان لو البي اي دي بصفر ننفذ الكلام ده. ليه؟ اقول لك انا، لان البي اي دي ده اتفقنا ان لما بيجي يحصل فورك، لما بيجي يحصل فورك، فاكر الرسمه؟ تلاقي اللي تشايلد اخد رقم، البروسيس بتاعته اخدت رقم، والبي اي دي بقى بصفر، فاكر الرسمه؟ تمام، يبقى معنى ذلك ان اول لما اقول جيت بي اي دي هات لي الرقم بتاع البروسيس دي، ما تجيبليش صفر، انا هعمل ايه انا بالصفر؟ ملوش لازمه. تمام، طيب تعال نشوف كده في البيرنت. بص في البيرنت انا قايل له ايه؟ قايل له جيت بي اي دي، وبعد كده قلت له اطبع لي كمان البي اي دي. طيب الجيت بي اي دي اتفقنا انها هتجيب الاي دي بتاع البروس اللي انا فيها، يعني هتطلع رقم بتاع البيرنت. بص على الرقم هتلاقيه 15856 غير 15857. طيب يبقى معنى ذلك ان ده الاي دي بتاع البيرنت وده الاي دي بتاع التشايلد. طيب ايه بقى بي اي دي بقى اللي جنبها دي؟ ايه دي؟ عباره عن ايه؟ اطلع لي كده فوق سنه. انا مش قلت لك ان الفورك بترجع رقم البروسيس بتاعت التشايلد اللي هتعملها؟ اهو ده الرقم، رقم البروسيس بتاع التشايلد. حتى اديك دليل، هتلاقي بص هتلاقي هنا رقم التشايلد هنا، او رقم البي اي دي اللي هو الفاريبل بتاع البي اي دي اول لما طبعته، هو نفس نفس الفانكشن اللي هي دي. بص هتلاقي 15 8 5 7 و15 8 5 7. طيب كده احنا خلصنا من حتة الفورك. نبدأ ايه تاني؟ ايه تاني يا سيدي؟ نبدأ بقى نخش على اسمه ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم. على ما اعتقد كده احنا عايزين نخش على الاساينمنت بتاعنا، على سوري الاساينمنتات، صح كده؟ فين نبدأ بقى. عندك اول، من اول البرامج اللي هتلاقيها، والله في برنامج ده قال لك هنا في انت فاليو بخمسه، وبعد كده دخلنا في المين، عرفنا بي اي دي زي هو البرنامج اللي كنا عاملينه، وقلنا البي اي دي فورك واتفقنا انها هترجع رقم. والله لو البي اي دي بزيرو انزل بقى اعمل ايه؟ انزل خلي لي الفاليو دي، العب لي في كوميتها وخليها فاليو
بلس يساوي 15، يعني ضيف لي 15 على الخمسة اللي هي اللي فوق دي، يعني بكام؟ ب 20، وريتيرن 0 يعني نخرج. يعني خد بالك الكلام ده، ها بي اي دي ب 0 يعني هيتنفذ في التشايلد. طيب غير كده بقى، والله غير كده لو البي اي دي مش ب 0، هو قصده ان يعني كده ايه، ان انا داخل بنفذ البيرن، اعمل لي ويت، اعمل لي ويت واطبع لي كلمة بيرنت فاليو ايكوال يساوي، واطبع لي الفاليو، الفاليو دي اللي هي اللي احنا عرفناها فوق. يعني هو كده من الاخر، من الاخر بيقول لك هل يا ترى اللي هيطلع هنا الناتج 20 ولا هيطلع 5 وليه؟ تمام؟ ركز فيها شوية كده. في الواقع هو هيطلع 5، ليه بقى؟ ليه؟ لأن التغيير اللي حصل، حصل في التشايلد بس، فقط حصل في التشايلد فقط. بمعنى بمعنى تاني، انا مش عارف ايه اللي خلاني امسح ده. بمعنى ادي الفورك اهي، تمام تمام وقلنا هنا فاليو مثلا ب 5، حلو، وفي شويه اوامر تحت، وبعدين جه هنا التشايلد قام جه بدل الخمسه خلاها 15 مثلا، ولا خلاها 20، حلو. هل البيرنت حس؟ هل التشايلد راح رجع ال 20 دي للبيرنت كده وقال له خد يا عم الحاج ادي ال 20 بتاعتك؟ لا، ما حصلش. فعشان كده الفاليو هتفضل ب 5 زي ما هي، لان البيرنت محسش باي تغيير. فمعنى ذلك ان الفاليو هتفضل زي ما هي 5. كل التغيير وكل اللعب حصل في الجزء ده بتاع التشايلد. وليه حصل في التشايلد؟ لان احنا قلنا تاني وحاجه تاني ان البي اي دي ايكوال ايكوال 0، وده فاريبل بيتصفر اول لما اجي اعمل تشايلد بروسس. تمام، ده اول برنامج ودينا خلصنا منه، كان بيقول لك ايه الفاليو. خش على اللي بعده. اللي بعده بيقول لك يا سيدي، بص عندك برنامج شبه ده وفي فورك التانية التالتة، في تلاتة فورك، تتوقع كام بروسس هتطلع بالبيرنت وليه؟ انا هقول لك على قانون وهقول لك على الدليل بتاعه كمان. 2 اس عدد ده اتشرح غلط في السكشن، ها 2 اس عدد الفورك بيساوي عدد البروسس الكليه بالبيرنت. تمام، يبقى 2 اس 3 بكام؟ ب 8. يبقى انا كده عندي 8 بروسس بالبيرنت. ليه بقى؟ تعالى كده مثلا نشوف الكود ده اهو. بص اهو انا جربتها كود، يعني ادي واحد، ادي اتنين، تلاتة اهم، ادي التلات فورك وشوية كود ملناش دعوة بيهم. المهم ان الكود ده هيطبع لك لو في تشايلد هيقول لك ايه، انا تشايلد والبي اي دي بتاع كذا، ولو في بيرنت هيقول لك ادي انا بيرنت والبي اي دي بتاع كذا. تعال نشغله كده، عد كده اهو، بص بيرنت بي اي دي از كذا، ادي واحدة. بعد كده عندك بقى كام تشايلد؟ ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. تمام، يبقى احنا كده يبقى القانون بتاعنا صح، اللي هو 2 أس 3 بيساوي عدد البرس. طيب انت هتحفظ القانون ده؟ اكيد لا طبعا، انت لازم تفهم هو جه منين وازاي. تمام، طيب خش كده نفهمه لك كده في السريع. يا رب بس الفيديو ما مسحته. طيب بص يا سيدي، يا رب، ادي الفورك، ادي البرنامج الكبيرة في فوركاية. تمام، خلينا نختصر الموضوع، نرمز له بإف واحد وإف اتنين وإف تلاتة. حلو، بص يا سيدي، يجي البرنامج وشوية أوامر تحت، اوعى تنسى شوية الأوامر اللي تحت دي مهمة جدا. يجي البرنامج يلاقي إف واحد، دي فورك، اعمل لي يا عم الحاج بسرعة هنا تشايلد. طيب هعمل تشايلد وهيسكت؟ لا، احنا اتفقنا بعد اي فورك لازم اخد ايه، كوبي من كل الحاجات اللي تحته. يبقى هياخد كوبي وهياخد، يعني اللي تشايلد هياخد كوبي من كل الحاجات اللي تحت اف واحد، اللي هي هتبقى ايه بقى، اف اتنين واف تلاتة وشوية الاوامر الباقية. طيب نكمل، نكمل، نرجع نكمل البيرنت. البيرنت كده نفذ اف واحد، نفذ اف واحد بس اللي هي دي، لسه بقى ما كملش شغله. يجي يلاقي اف 2، الله ايه ده، دي اف 2، انزل يا عم الحاج بسرعه اعمل لي ايه، تشايلد. طيب اللي تشايلد دي هيبقى فيها ايه تاني؟ هيبقى فيها من بعد، هيبقى فيها الاوامر من بعد اف 2، بمعنى هيبقى فيها اف 3 وشويه اوامر ايه مكتوبه. طيب اللي بعده ينزل يكمل البيرنت شغله، يلاقي ايه ده، الله اف 3، انزل بسرعه يا عم الحاج اعمل لي ايه، تشايلد. اللي تشايلد دي طب هيبقى فيها حاجه؟
هيبقى فيها كل الأوامر اللي من بعد اف 3 اللي هي ايه شوية الأوامر دي. تاني كده الحتة دي بسرعة. والله احنا عندنا برنامج فيه اف 1 اف 2 اف 3، دول بيرمزوا للفور. اف 1 اول لما البيرنت اللي هو البرنامج الكبير ده البيرنت، ماشي حلو. والله اول لما البيرنت اللي هي اف 1 يروح جاي بسرعة ايه عامل تشايلد. التشايلد ده فيه كل الاوامر اللي من بعد اف 1، بمعنى هيبقى فيه اف 2 واف 3 وشوية اوامر مكتوبة تانية. حلو. بعدين يجي البيرنت يكمل شغله، احنا لسه مخلصناش، يلاقي اف 2 انزل بسرعة اعمل تشايلد فيه اف 3 وشوية اوامر مكتوبة. بعدين يجي البيرنت يكمل شغله كمان مرة، يلاقي اف 3 ينزل ياخد كوبي من شوية الاوامر اللي من بعد اف 3 ويحطها في التشايلد. طيب هل كده البرنامج خلص؟ لا لسه. ابدأ بقى حل بقى المسألة من جديد خالص اكنك اول مرة تشوفه. نبدأ هنا مثلا. طيب ده التشايلد هينفذ هنا شوية اوامر. يجي هنا التشايلد يلاقي اف 2 يروح جاي عامل هو كمان كده برنامج كمان، ويروح جاي حاطط فيه اف 3 وشوية الاوامر. تمام. طيب هل التشايلد خلص كده؟ لا. ايه ده لسه فيه اف 3. يروح جاي بسرعة انزل يا عم الحاج اعمل كده وشوية الاوامر بتاعتك. تمام. وقف، بس خد بالك، ها خد بالك هنا لسه فيه اف 3 ماشي، لان احنا هنا قلنا اف 2 هتروح جاي عاملة تشايلد وتاخد شوية الاوامر اللي تحت. نكمل بقية البرامج. في اف 3، الله ايه ده اف 3 انزل بسرعة اعمل كمان تشايلد. يبقى كده خد بالك انت ده تشايلد لده، يبقى معنى ذلك ان ده اللي هو ده بيرنت للي تحتيه ماشي عادي، يعني ما فيهاش حاجة زي الحفيد بالظبط. طيب نكمل بس شغلنا. احنا قلنا هنا اف 3، اف 3 يبقى انزل اعمل لي تشايلد جديدة واكتب فيها شوية الاوامر. هل ده فيه شغل؟ ده فيه شغل؟ لا مفهوش، يبقى سيبه. طيب نكمل، احنا لسه ما خلصناش. طول ما في افات يبقى انا لسه بكمل شغلي. ايه ده في اف 3 هنا، انزل او اعمل اي حاجة، اعمل تشايلد كمان واعمل فيها شوية الاوامر. تعالى كده بص عد كده كام مربع، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 5 6 7 8، 8 مربعات. يبقى معنى ذلك ان 8 بروس زي ما احنا قلنا، وعلى ما اعتقد انا كنت حللها في الاساينمنت. ماشي ما علينا، انا حللها في الاساينمنت، هتلاقي خريطة كده انا رسمها. تمام. طيب ده اللي هو ايه حتة ال، بسم الله الرحمن الرحيم، فين حتة الفورك. يبقى انت كده عندك قانون اللي هو 2 اس عدد الفورك يجيب لك كل عدد البروس، والقانون ده اثبتناه بالكود وبالرسم. نخش في اللي بعده، انجز بقى. طيب كمان برنامج هو بيقول لك طلع لي كام فورك، طلع لي سوري طلع لي كام بروس هتتكريت. خلاص بقى انت بقيت استاذ بقى في دي. بص يا سيدي، هتلاقي اللوب دي هتلف كام مرة؟ هتلف 0 وهتلف 1 و2 و3، يبقى هتلف كام مرة؟ 4. يبقى عندك كام فورك؟ 4 فورك، يبقى 2 أس 4، وشوف بقى الناتج بقى هيطلع كام؟ 16 على ما أعتقد يعني. تعالى بقى للبرنامج ده. البرنامج ده بيقول لك إيه؟ بيقول لك بيقول لك when will line G will be reached. بيقول لك أنا إمتى هنفذ اللاين ده؟ إمتى؟ يعني مش محتاجة أي فقاقة أو أي اختراع، يعني إمتى هتنفذ اللاين ده؟ والله أنا هنفذ اللاين ده لما البي أي دي بتاعي بزيرو. يعني إيه البي أي دي بتاعي بزيرو؟ يبقى معنى ذلك إن أنا عملت إيه؟ عملت تشايلد بروس، مفيهاش حاجة يعني. ما مش فاهم أنا إيه لازمة السؤال ده، بس قشطة يعني. طيب نخش في البرنامج اللي بعده. البرنامج اللي بعده بيقول لك الإيه ده؟ الإيه ده؟ حلو؟ هيطبع ايه، والبي هتطبع ايه، والسي هتطبع ايه، والدي هتطبع ايه. نمسك البرنامج واحده واحده. هو عرف اتنين فاريبل حلو من النوع البي اي دي اندر سكول تي، واحد اسمه بي اي دي وواحد اسمه بي اي دي واحد. حلو. نزل بقى قال لك والله البي اي دي ده بيساوي فورك، شايف انت بيساوي فورك، بيساوي فورك يعني هيتحط فيه البروسيس اي دي بتاع التشايلد. فيها حاجه دي يعني البي اي دي ده هيبقى فيه البروسيس اي دي بتاع التشايلد. تمام. ننزل نكمل. والله لو ما عرفتش اكريت بروسيس طلع لي فيلد الحبه دول. طب لو عرفت اكمل، تعالى بقى هنا بقى، عرفت اكمل فين؟ عرفت اكمل في التشايلد عشان البي اي دي بتاعتها بزيرو.
قول لي هنا ان البي اي دي واحد ايكوال جيت بي اي دي. خد بالك بقى، بي اي دي بواحد ايكوال جيت بي اي دي، يعني هتحط لي في الفاريبل اللي اسمه بي اي دي واحد رقم البروسيس اي دي بتاع مين، لو انت شاطر بقى تقول بتاع مين، بتاع التشايلد. الله ينور عليك. حلو، بعدين تعالى اعملي برنت اف، مش عارف اي رغي في الهاري. حلو، بعدين اطبع بقى، بص بقى، بص اطبع بي اي دي. طب هنا البي اي دي هتطلع بكام؟ ماشي، احنا قلنا ان البي اي دي بواحد، قلنا خلاص اتفقنا انها هتطلع برقم مثلا 5630 بتاع التشايلد، تمام؟ مثلا يعني 5630. طب البي اي دي هتطلع كام؟ دي تمام هتطلع بصفر. ليه بقى؟ لان احنا مش اتفقنا وقلنا ان البي اي دي ده فاريبل اللي هو فوق، ها فوق، اللي هو اللي بيحصل فيه فورك، اول لما بيخش في التشايلد بيتصفر اهو بالظبط. هنا هيطبع صفر، وانا هيطبع 5 6 مثلا 0 3. طيب خلصنا البرنامج؟ لا ما خلصناش، انزل كمل. بي اي دي بواحد ايكوال جيت بي اي دي، خد بالك من حته، ادي البي اي دي بواحد هنا والبي اي دي بواحد فوق. هل التغيير اللي عمله التشايلد هيحس بيه البيرنت؟ طبعا قلنا لا، لان احنا حليناها من شويه قبل كده. انزل هنا اطبع لي هنا برنت اف بيرنت بي اي كلام في الهاري تاني، وبعدين اطبع بي اي دي. طب في الحاله دي البي اي دي ده او الفاريبل ده هيطلع بكام وليه؟ فكر كده شويه. في الحاله دي والله هو مش هيطلع بصفر، لان احنا اتفقنا الصفر ده ما بيطلعش غير في التشايلد، هو هيطلع برقم البروسيس، برقم التشايلد بروسيس، اللي هو نفس الرقم ده اللي هو 5603 هيطلع هنا تاني ب 5603، لان احنا كنا قايلين قبل كده ان الجيت بي اي دي دي بتطلع البروسيس اي دي او رقم البطاقه بتاع البروسيس اللي هي فيها ايا كانت بقى، سواء بيرنت سواء تشايلد مش هتفرق. تمام، يبقى الرقم ده اللي هيطلع هنا تمام هو نفس الفين، بسم الله الرحمن الرحيم، نفس الرقم ده، نفس الرقم اللي هيتحط هنا، هو مفيش اختلاف. تمام، يعني الرقم ده هيطلع بخمسة ستة صفر تلاتة. طب تعالى كده مثلا في البيرنت، سوري، تعالى في، انا جاوبتها، تعالى في البي اي دي واحد. طب البي اي دي واحد ده احنا قايلين هنا ايه؟ بي اي دي واحد ايكوال جيت بي اي دي، الجيت بي اي دي بتجيب البروسس نمبر، البروسس نمبر بتاعت ايه؟ بتاعت المنطقه اللي انا فيها. يبقى هتطلع رقم البروسس او رقم البطاقه بتاع البيرنت اللي هو هيبقى رقم مختلف تماما عن التشايلد، هيبقى مثلا بتاع 5 8 10 مثلا. تمام، طيب ده كده كان البرنامج ده. في حاجه تاني؟ لا ده ما كانش علينا في الاساينمنت خالص كده على ما اعتقد. ما لا كده على ما اعتقد مفيش حاجه تانية. تمام، طيب ده كانت كل البرامج اللي في الاساينمنتات. ايه تاني؟ كان في حاجه مهمه والله، بس افتكرت. كان في من ضمن برضه الاساينمنتات بيقول لك اعمل لي زومبي بروسيس. حلو، ايه الزومبي بروسيس دي؟ عباره عن ايه الزومبي بروسيس؟ بص يا سيدي، بيقول لك هنا، انا طبعا مش هقدر اقرا الانجليزي، يعني انت تقدر تقراه مع نفسك، انا هلخصها لك. والله لو البيرنت ما حطش ويت، يعني ايه ما حطش ويت؟ يعني شايفين فاكرين البرنامج ده وقلنا الويت ليه؟ قلنا الويت علشان بتقول للبيرنت استنى لما ابنك يخلص شغله. والله بيقول لك هنا بقى لو البيرنت ده، عملنا كده كومنت على الويت. حلو، لو البيرنت ده ما حطش الويت، معنى ذلك ان كده التشايلد ده كده بقى اسمه زومبي بروسيس. ليه بقى؟ لان هتلاقي التشايلد هيفضل شغال، يفضل مرن، يفضل شغال شغال شغال، والبيرنت مش عارف، البيرنت ما انا مش عارف ابني راح فين، فاهم؟ زي كده بالظبط، زي ابنه تاه وهو عمال يدور عليه، نفس الحوار. تعالى كده نرن اهو، بص ادي البيرنت اهو خلص شغله، حتى بدليل ان هو قال يوه، حتى بدليل ان هو قال لك ايه، بريس انتر تو كونتينيو. بعدين هتلاقوا اي ام ذا تشايلد اند ماي بي اي دي مش عارف كام، والبرنامج لسه شغال. ماما هتلاقي البرنامج برضو لسه فاضل شغال، يعني ما اتقفلش، مش ما اتقفلش، لا البرنامج لسه مكمل راننج، فاهم؟ طب بص تعالى كده نرجع تاني الويت، بص الاختلاف، ها بص الاختلاف اهو، بص الاختلاف، الله، الاتنين خلصوا، ادي اللي تشايلد خلص، وبعد كده البيرنت خلص، وبعد كده قال لك اضغط لي انتر عشان اخرج. لو حطينا تاني كومنت على الويت، لاحظ برضو الاختلاف يا سيدي، اهو بص البيرنت اهو، واللي تشايلد لسه شغال ومكمل شغله، والبيرنت خلص شغله ومش عارف ان ابنه خلص هو كمان. بالظبط، دي زومبي بروس.
وكان في فرق باين، كان في برضه حته حلوه برضه لقيتها، الاورفان. اورفان يعني يتيمه. وزومبي، عارف انت اللي هو الافلام اللي بتشوفها دي، تلاقي الزومبي ويطلع وبيتضرب بالنار. الزومبي ترجمتها يعني اللي هو البني ادم اللي ملوش عقل، او اللي الناس متحكمه فيه بالظبط. الاورفان يعني اليتيم. بيقول لك هنا الاورفان ده، لو البيرنت خلص شغله وانتهى خالص ومات من غير ما يحط ويت، تمام، يبقى ابنه ده اورفان. لكن الزومبي، انا باين شرحت الحته دي غلط او مش فاكر يعني، لكن الزومبي ان البيرنت ما يحطش ويت، بس مش يعني ان ما فيش بيرنت حط ويت والابن لسه شغال، انت فاهم؟ تاني الحته دي. الزومبي ان البيرنت زي ايه، بيدور على ابنه، وهو والبيرنت نفسه ما حطش ويت، يبقى معنى ذلك ان اللي طالع دي زومبي بروس. طب الاورفن، ان البيرنت قفل خالص وخلص شغله نهائي نهائي، حلو، ومحطش ويت، والابن كده ما بقاش عارف فين ابوه، انا فين ابويا بالظبط كده. ده الفرق ما بين الزومبي وما بين الاورفن. طيب نخش. طب قال لك، طب اعمل لي برنامج زومبي. بص سهل واتفق قوي يعني، اتفق قوي، هو البرنامج بتاعنا العادي. بص ما فيهوش اي تغيير اهو، ها ها ها، زي ما انا شغال ما فيهوش اي تغيير. سيبك من كل الحوارات دي، كل التغيير الوحيد اللي انا عملته، انا اديت كومنت على الويت، يعني زي ما حطيتش ويت بالظبط زي ما عملت، وانت جيت قلت له ايه، وايل 1. وايل 1 دي ايه؟ يعني افضل لوب، افضل شغال، افضل شغال. اهو ده مثال بالظبط على الزومبي، ان البيرنت شغال تمام والابن خلص شغله، بس الاب مش عارف ان ابنه خلص شغله، لا ده البيرنت لسه شغال ومكمل وشغال. ده مثال كده على الزومبي بروس. تمام، نخش بقى في مرحلة الوحش بقى. حلو، ايه بقى مرحلة الوحش؟ اللي هو البرنامج الرخم ده، او هو لذيذ يعني الصراحة، بس الناس مسترخمة مش عارف ليه. فين ايه ده؟ طيب معلش منت، اللي هو كان برنامج الاساينمنت، برنامج انا اساينمنت، اللي هو الاساينمنت الاخير، اساينمنت 3B. كان فين؟ كنت فين يا عم؟ بص يا سيدي، اللي هو ايه الشوية دول بالظبط كده، ده assignment 3 دوت بي للناس يعني اللي حضوها. والله هو بيقول لك ايه اللي مطلوب اصلا، افهم فكرة البرنامج وانت حر بقى تعمل اللي انت عايزه. اللي مطلوب اعمل لي، بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل لي برنامج بيستخدم الميموري تشيرنج. ايه ميموري تشيرنج؟ ببساطة وبسهولة جدا، ادي اهو، ادي بروسيس وادي بروسيس تانية، حلو، ودي حتة ميموري فيها حاجة ما فيهاش أي إبداع. تيجي البروسيس دي تشتغل شوية على الميموري، حلو، وتخلص شغلها. بعد لما تخلص شغلها تيجي التانية تروح جاية مكملة، حلو، التانية تكمل وتخلص شغلها، ترجع تاني دي وتشتغل تاني. ده بص، ده مبدأ الميموري تشيرنج، اللي هي إن ميموري متشايرة ما بين الاتنين بروسيس. هو ده الحوار كله، ده الأسايمنت اللي بيدور عليه ده الحوار اللي الأسايمنت بيدور عليه. تعالى نقرا. طب ايه اسم ال سوري لا ايه اسم الاتنين بروسيس؟ واحدة اسمها هتسميها سيرفر. ليه سيرفر؟ لأنها هتشتغل الأول، وكلاينت اللي هي هتشتغل بعد كده، تمام. طيب ايه السيرفر ده؟ السيرفر ده بيقول لك هنا احنا هنعمل ايه، ميموري، تمام. بعد ما هنعمل الميموري، تعالى هنا، لا الأول تعالى كده، ايه، نعمل ديليت كده ونبدأ تاني على نظافة. ادي اهو، ادي السيرفر هرمز له برمز اس، وادي الكلاينت هرمز له برمز سي، وادي حتة الميموري بتاعتي. السيرفر بيقول لك، او الاسايمنت بيقول، والله انا هخش هنا على الميموري دي، املى الحبه دول، او الحبه دول اللي هم شير بسوالب، تمام، بسالب واحد. بعدين هروح جاي انا موقف شغلي، وتروح جايه البروسس اللي هي بتاعت الكلاينت تروح جايه اخده كل، تروح جايه شغاله في الميموري دي وتاخدها كلها كده، وتغير كل الارقام اللي فيها سالب واحد وتقلبها الارقام عشوائيه من 0 ل 10، تمام. بعدين بعد لما قلبت الارقام العشوائيه، تخيل ان هنا في شويه ارقام عشوائيه وفي نفس المكان اللي هو اللي فوق ده، ماشي، انا ما اتنقلتش انا، بس عشان المكان مش مقضينه، تمام. تخيل بقى ان اللي هي بروس اللي اسمها كلاينت دي، بعد ما غيرت شغلها وخلت الارقام عشوائيه، تروح جايه هي كمان توقف بقى شغلها، حلو، توقف شغلها، وبعدين يجي السيرفر يكمل على الارقام العشوائيه دي، انه يعمل ايه،
والله يبص يشوف لو لو في الارقام العشوائيه دي في رقم 7 يسيب الحته دي اللي في الميموري زي ما هي فيها رقم 7. طب لو ما فيهاش رقم 7 يحط لك ايه؟ يشيل كل الارقام الغريبه اللي هي غير رقم 7 ويحط سالب 1، تمام؟ وبعدين يجي السيرفر، بص يعني بص العبط، يروح جاي السيرفر مشيك تاني على الارقام من الاول للاخر، ولو لقى 7 يخرج من البرنامج، ويخلي كمان الكلاينت هو كمان يخرج. طب لو ما لقاش 7 يروح جاي حاطط، بص يروح جاي مسلم شغله اللي هو اللي اشتغله اللي هو بعد لما غير على الارقام العشوائيه، حلو، بعد لما غير على الارقام العشوائيه وحط سوالب واحد سالب واحد، يروح جاي مسلم شغله تاني للكلاينت، وهكذا تفضل بقى العمليه تتكرر اكتر من مره لغايه لما واحد من الاتنين يلاقي رقم 7 ويوقفوا شغلهم. بس دي فكره الكلاينت، ان السيرفر يشتغل شويه على الميموري، بعد كده يسلم شغله للكلاينت يكمل عليه، الكلاينت يخلص شغله ويسلم للسيرفر. بس انت كده فهمت الفكره العامه، تمام؟ بمجرد انك فهمت الفكره العامه ان شاء الله وباذن الله هتلاقي نفسك فهمت كده الباقي يا رب. ماشي يا مسافر. نخش بقى على الايه، على البرنامج السيرفر. برنامج السيرفر فكك، انا حجري فيه شويه، حجري فيه شويه، فكك من شوية الفاريبلز دي هجيبها لك قدام ان شاء الله. في حتة مهمة نسيتها. بص يا سيدي، الميموري بتاعتك، الميموري بتاعتك بتتقسم كده ايه لشوية اجزاء. بص شوية اجزاء شوية اجزاء شوية اجزاء، تمام؟ الحبة دول بنسميهم سيجمنت، تمام؟ سيجمنت فيها حاجة، سيجمنت سوري، تمام؟ والحبة دول برضو بنسميهم سيجمنت. يبقى معنى ذلك ان الميموري بتاعتك بتتقسم ايه لسيجمنتات. حلو، نرجع تاني للبرنامج بتاعنا. حتة الكي دي، الكي هو بيقول لك انا هاخد او انا بشاور على السيجمنت اللي هو رقم كذا 5 6 7 8، تمام؟ هو كل سيجمنت بيبقى ليه رقم غير التاني طبعا عشان ما يحصلش لخبطة وحد يكتب في مكان حد تاني يعني، او بروس تكتب في مكان بروس تاني، تمام؟ يبقى ده كده احنا اتفقنا ان الكي ده بيعبر عن ايه، عن سيجمنت. السيجمنت ده هياخد كام رقم معين. طيب انت بقى بمجرد لما حضرتك بتبص للسط للحبه دول وتبص للحبه دول بتلاقي نفسك اتقفلت من يعني كده لوحدك، مع ان الحبه دول اساسا سهلين فحت يعني. اديك دليل. بص يا سيدي، عرفت هنا فاريبل اسمه شيرد ميموري اي دي او اس اتش ام اي دي، ممكن تسميه اي اسم ما تلتزمش بالاسم ده. الفاريبل ده بقى بيعمل ايه؟ والله بيروح جاي كده بينادي على فانكشن اسمها شيرد ميموري جيت. الفانكشن دي بتعمل ببساطة شديدة جدا، بتاخد الفانكشن اللي هي تشيرد ميموري جيت، بتاخد السيجمنت ده، حلو، بتاخده السيجمنت ده اللي هم حبة الميموري، وبتقول احنا والله كده احنا هنحجز الحبة دول، والحبة دول هنديهم ريد ورايت واكسكيوت. سوري، في حتة برضه نسيتها، اي ملف في الدنيا، اي ملف في الدنيا ما بتقدرش تعمل عليه او ما بتعملش عليه غير 3 عمليات، يا اما بتقرا من الملف ده، يا اما بتكتب فيه، يا اما بتعمل له اكسكيوت بس. فاحنا بنعبر عن الريد والرايت والاكسكيوت بشويه ارقام كده، تمام؟ يبقى دور على، عشان مش هقدر اشرحها هنا، يبقى دور على حته ان البرميشن ويز نيموريك ميثودز، يبقى دور عليها، تمام؟ طيب يبقى تاني تشيرج ميموري جيت هتاخد مني الكي وهتاخد مني السايز. سايز يعني ايه؟ يعني والله انا هحجز حبه قد ايه، يعني انا هحجز الحبه دول من السيجمنت ده، حلو، يعني انا يعني مثلا ده السيجمنت ده مثلا يعني 10 سطور، والله انا هحجز منه 5 ولا هحجز منه 3 ولا 2 هكذا يعني. فده السايز، السايز ده احنا معرفينه، بص هتلاقيه فوق ب 27، تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا ان الكي ده السيجمنت، تشيرد ميموري سايز ده اللي هو الحجم، وبعدين قلنا ان احنا الحبه دول او الحبه اللي حجزناهم هنديهم ريد ورايت واكسكيوت مثلا يعني، بس هو هنا ريد ورايت بس عشان ثلاث ستات، تمام؟ كده فهمت اللي تشيرد ميموري جيت. طيب انت ما فهمتش هي بترجع ايه او يعني ايه القيم اللي هترجعها. تعال انا اقول لك بقى على حته حلوه. بص يا سيدي، بعد ما حجزنا حبه السيجمنت وعرفنا المساحه كام، بترجع لك اي دي. اي دي يعني ايه؟ يعني والله بتقول ان الحبه دول يا جماعه، الحبه اللي هم دول الحبه دول انا هديهم اي دي مثلا ب 5، ورجع لي الاي دي ده في فاريبل، في فاريبل نوع انتجر، حلو، او انتجر ده النطق الصح بتاعه، تمام؟ طيب
والله لو بص يا سيدي، قاعدة الاف دي، الاف او الشرط ده بيقول لو الفانكشن دي رجعت رقم اقل من الصفر، يبقى معنى ذلك ان انا ما اقدرش ايه احجز السيجمنت ده، وغير كده غير اي رقم غير الصفر، يبقى معنى ذلك ان انا قدرت احجز السيجمنت ده ورجعت الاي دي بتاعه بالتشينج ميموري اي دي. حلو كده احنا خلصنا من الحتة دي، وقلنا ان احنا حجزنا حبة واديناهم اي دي زي كده ختم، كده زي ختم النسر عشان اعلم السيجمنت ده ان محدش ياخده تاني. بعدين نخش في اللي بعده، ادي كده الحبه من العبكين دول خلاص، نخش في اللي بعده. في فانكشن تانية، فانكشن تانية دي اسمها تشيرد ميموري اتاتش، دي اللي ممكن يكون فيها لخبطة شوية بس يا رب ما يحصل فيها لخبطة. تشيرد ميموري اتاتش، تشيرد ميموري اتاتش بتاخد ايه؟ بتاخد اللي تشيرد ميموري اي دي اللي هو فاكرين الرقم اللي فوق ده اللي هو ختم النسر، بتاخد ختم النسر وايه تاني؟ بتاخد قيمتين كده. بص مبدئيا خلي القيمتين دول كده زي ما هما، ما يعني ايه خليهم نل وبزيرو، دي من ضمن الريكومنديشن. ليه؟ هتعرف دلوقتي وانا بشرح. طيب تعال نشوف كده بالعقل، كده بالعقل دلوقتي انت جيت على الحبه دول وختمتهم ختم النسر، تمام، وانت عندك ادي برنامج اهو، تمام، اسمه مش عارف ام اي اس مثلا، البرنامج ده برضو شغال 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 واخد مكان من الميموري. طيب دلوقتي احنا الاساينمنت بتاعنا طالب مننا ان برنامج تاني، او سوري برنامجين، واحد اسمه ام اي اس والتاني اسمه ام اي اس 2 مثلا، يشتغلوا على مكان واحد في الميموري، الاتنين يشتغلوا كده بالمنظر ده على مكان واحد في الميموري. طب هتعملها ازاي؟ هتعملها ازاي دلوقتي؟ انا اوريدي اديت ختم النسر لسيجمنت معين، بعدين اللي ناقص بقى يا سيدي، اللي ناقص انك تاخد ختم النسر ده وتروح جاي رابطه في ايه، في الميموري بتاعت البرنامج بتاع الام ام بتاع الام اي اس بالمنظر ده. انت عارف انت زي ايه؟ زي والله انا البرنامج بتاعي بيشتغل في مثلا خمس حتت من الميموري، فانا بروح جاي كده بالتشيرد ميموري اتاتش او بالفانكشن دي اللي هي اللي اسمها تشيرد ميموري اتاتش، بقول للبرنامج بتاعي بقول له خد بالك انا حطيت لك مساحة زيادة او حطيت لك ميموري زياده، وادي الختم النسر اللي كان ختم النسر بتاعها بخمسه، اللي كان ختم النسر بتاعها بخمسه اديني لزقتها فيه. بس هي دي فايده اللي تشيرد ميموري اتاتش، هي دي فايده اللي تشيرد ميموري اتاتش، ان انا بلزق الحبه اللي انا حجزتهم في البروسس اللي شغاله. يبقى انت كده ركز معايا، اللي تشيرد ميموري اتاتش هتلزق انا حبه سوري هتلزق حبه الميموري دول فين؟ في برنامج السيرفر ده، في برنامج السيرفر ده، ها يعني هتلزقه في البرنامج ده كله، ماشي. طيب احنا اتفقنا قلنا على الرقمين دول، والله نل ليه؟ نل يعني بتاع ده، قول معايا، ان بضمن ان الكلام اللي هيتلزق هيتحط في عناوين مناسبه. فاهم يعني ايه عناوين مناسبه؟ يعني مثلا ما انا ممكن يكون حبه البرنامج اللي شغال ده ممكن يكون مثلا بيكتب في الميموري رقم خمسه، ايه اللي يضمن لي ان انا ملزقش ختم النسر في الميموري رقم خمسة؟ ايه اللي يضمن؟ اهو انت بتضمن بانك بتحط النل ده. الزيرو يعني برضو ها، بضمن ان الحبة اللي حلزقهم هياخدوا نفس البرميشن اللي السيجمنت اخده. بص اقول لك حاجة، السيجمنت ده مش اخد ريد ورايت مثلا، بضمن كمان ان الحبة اللي اتلزقوا بياخدوا ريد ورايت بس عن طريق الصفر. ولو ما فهمتش حته الصفر والنل مش اشكال، كبر دماغك، المهم انك فهمت ان تشيرد ميموري اتاتش دي بتلزق الحبه اللي انا حجزتهم، وبترجع ايه بقى سيدي؟ خد بالك بقى من الحته دي، بترجع لك بوينترز بوينترز من النوع الفويد. يعني ايه معنى من يعني ايه معنى من النوع الفويد؟ الفويد معناها انك تقدر بقى انت بقى تلعب بقى براحتك. والله انا عايز، بص حتى تلاقي الاس، بص هتلاقي الفاريبل اللي هو اس اتش ام انا معرفه فوق بان هو بوينتر من النوع الانتجر. حلو ليه بقى؟ لان وظيفه الاس اتش ام اي تي اللي هي بترجع لي بوينتر من اي نوع، انا اقدر بقى العب بيه واقول لها والله انت هتحطي قيمتك في بوينتر من النوع الانتجر، او هتحطي قيمتك في بوينتر من النوع الكاركتر. حتى تلاقي البرنامج بتاع الدكتور حاطط قيمه في بوينتر من النوع الكاركتر، بس احنا هنا هنحطها في بوينتر من نوع الانتشر، تمام. طيب ده كده بالنسبه لحته اللي تشيرد ميموري اتاتش. بعدين نخش على بقيه السيرفر، انا احتمال ما الحقش مش ما الحقش يعني ما اشرحش بقيه البرنامج لان المساحه كده هتضرب مني جامد قوي.
نخش على بقية البرنامج. انا عرفت فاريبل اسمه اي، بعد كده لفيت بفورة، تمام. الفورة دي هتعمل ايه؟ والله هي هتاخد كده، هتقول لي اول مكان في الميموري هحط فيه سي. ايه السي ده؟ بص هتلاقيني معرفه بسالب واحد فوق، تمام. يبقى اول مكان في الميموري، مش اول مكان، التشيرد ميموري اوف 0 حط فيها سي. طب التشيرد ميموري اوف 1 حط فيها برضه سي. اوف 2 هكذا هكذا، هفضل الف لغايه لما ايه، لما اخلص المساحه اللي انا حاجزها، ماشي. يبقى معنى ذلك ان الميموري دلوقتي مليانه بايه، بسالب واحد. ده اللي هو اللي السيرفر عمله. طيب في ناس كده هتقول بتاع ده، في ناس هتقول ايه ال اس اتش ام اوف اي، انت ازاي معملها يعني عملتها كانها اري مع انها فوق متعرفه انها بوينتر. بص يا سيدي، بص من الحته دي مهم. اول لما اجي اقول لك اس اتش ام اوف سوري 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 سوري، معلش مش قصدي، كانت فين؟ والله كنت فاكرها، رحت فين حاجه. اهي لقيتها، بس خلاص. والله لو جيت قلت لك اس اتش ام كده، تمام، بوينتر اوف اس اتش ام، هي اس اتش ام اوف 0. عارف يعني ايه؟ يعني انا كده واقف على العنوان الاول. طب لو جيت قلت لك كده، بص اس اتش ام اوف اس اتش ام بلس 1، هي بالظبط اس اتش ام اوف 1. يعني انا واقف على العنوان اللي من بعد الزيرو، فاهم انت؟ اللي من بعد اول عنوان، تمام. ايكوال ايكوال هنا، مش ايكوال لان دي كده انا بسوي قيم، تمام. فهمت الحته دي؟ وهكذا بقى، كمل بقى الحته دي. طيب انا هنا بقول له ايه في حته الفور دي، انا اتفقت ان انا في اول عنوان هحط سالب واحد، وتاني عنوان وهكذا لغايه لما املى الميموري. بعدين والله بقول له هنا اطبع لي يا عم الحاج الميموري قبل ما اغيرها عادي، برنت اف عاديه، ولف تاني بفوره واطبع الكلام ده، ما فيهاش اي اندهاش. اهو بص، اهو بقى هو ده، هطبع سالب واحد اللي انا مالي اصلا. بس بعدين اطبع لي بقى now I am listening to client. احنا مش اتفقنا بعد ما هنملى، بعد ما السيرفر هيملى الميموري بسالب واحد لازم ايه؟ لازم يقف. طب هيقف امتى؟ او هوقفه ازاي اصلا؟ يعني ايه الحاجه، ايه العامل المشترك ما بين السيرفر والكلاينت؟ اللي لو انا مثلا لعبت في قيمه هلاقي ايه، الكلاينت يشتغل والسيرفر يقف، ولو لعبت في قيمة هي نفس القيمة فعند الكلاينت هلاقي الكلاينت وقف والسيرفر رجع يشتغل تاني. انا هقول لك عليه عشان نوفر الوقت، البوينتر. البوينتر اللي هو موقف على الميموري دي، بص دي الميموري اللي تشيرد ما بينهم. انا بقى هلعب في قيمة البوينتر، هقول له ايه؟ بص يا عم الحاج، والله لو البوينتر ما بيساويش سالب اتنين اعمل لي سليب. سليب دي يعني ايه؟ نام. طيب يعني ايه برضو؟ يعني ان السيرفر هيفضل نايم طالما مفيش حد خلى قيمة ان البوينتر ده بسالب اتنين، فاهم انت؟ يعني السيرفر اكنه هيفضل شغال على الفاضي، يفضل شغال 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 لغاية لما حد يروح جاي فجأة كده ومصحيه وخبطه يقول له خد بالك انا غيرت قيمة البوينتر بسالب اتنين، تمام. يبقى معنى ذلك ان انا هقف عند السيرفر عند الحتة دي بس، ومش هكمل السيرفر غير لما حد ايه، يخلص السالب اتنين، غير لما حد يغير قيمة البوينتر ويخليه بسالب اتنين. نروح بقى للكلاينت. بص يا سيدي، الكلاينت هو السيرفر بنفس التعريفات، بنفس كل حاجة في الجزء ده. ليه؟ ليه؟ لأن أنا عايز الكلاينت بالفقاق كده، عايز الكلاينت يشاور على نفس الميموري اللي بيشاور عليها السيرفر، اللي هي الحتة دي، اللي هي الحتة دي، تمام؟ فأعمل إيه؟ بروح جاي ببساطة معرف نفس التعريفات هي وبقول له إيه، شاور على نفس الحتة اللي بيشاور عليها السيرفر، بس. تمام. بعدين يجي الكلاينت هنا بيقول لك هنا ايه، اول محاوله ليه او اول حركه ليه هيعملها ان هو يروح جاي عامل ارقام عشوائيه، يشيل كل السوالب ويحط ارقام عشوائيه بس، الحبه دول اهم، تمام. اهي الحبه دول اس راند ومش عارف ايه وبتاع. اس راند دي يعني عشان تضمن ان الفانكشن اللي اسمها راند دي تفضل تغير لك الارقام، ما تخليهاش ثابته، يعني مش كل مره مثلا تطلع 5 6 3 5 6 3، لا كل مره هتتغير. في حاجة؟ لا. طيب بعدين انزل سطر جديد. بعدين احنا الاساينمنت بتاعنا بيقول ايه؟ يا عم السيرفر حط الحاجة بسالب واحد اهو بالمنظر ده، عم السيرفر حط ايه؟ الحاجة بسالب واحد. بعدين يجي الكلاينت ايوه كانت فين دي؟ يجي الكلاينت، ثواني بس معلش انا كده فصلتكم خالص، انا عارف. يجي الكلاينت ويروح جاي ايه، يجي الكلاينت يشتغل ويعمل شغله، حلو.
اهو بص بقى، ايه ده انت بتعمل ايه؟ سوري، يجي الكلاينت ويعمل شغله بالمنظر ده اهو. بص هتلاقيه، سيبك من كل اللي طالعه، انا عايزك تبص بس لغايه هنا السالب واحد، وبعدين راح السيرفر، راح السيرفر نام، وبعدين وبعد كده هنا جاك كلاينت، قام شال كل السوالب وحط مكانها الارقام العشوائيه دي. وخد بالك بعد ما حط الارقام العشوائيه دي راح عمل ايه؟ ما تبصش للباقي، مش عايزك تبص للباقي. راح عمل ايه؟ راح هو كمان عمل حركه حلوه، قال راح غير في قيمه، بص راح غير في قيمه البوينتر وخلاها بسالب 2. ليه بقى خلاها بسالب 2؟ عشان يروح يصحي السيرفر ويقول له يا عم السيرفر انا عدلت خلاص تعديلاتي، خش كمل شغلك تمام. وبعد ما خلاها بسالب 2 راح قام ايه، قام طبع وقال طبع اي رساله، طبع اي كلام في الهواء. وراح هو كمان بص بقى عمل نفس الحركه اللي هيعملها السيرفر، ان هو كمان نام. ليه او نام ازاي؟ نام بان هو مستني السيرفر يعدل هو كمان تعديلاته ويخلي بوينتر بسالب 3. انت فهمت؟ فهمت الحته دي؟ ركز فيها قوي، ركز فيها قوي عشان حلوه. بمعنى يا عم انا هلخصك الحتتين دول عشان احس ان الناس تاني. السيرفر يا سيرفر، انت بتصحى اول لما حد يحط لك البوينتر بسالب 2، ويا كلاينت انت بتصحى لما حد بيحط لك البوينتر بسالب 3 بس، ما فيهاش اي اندهاش. بعد لما الكلاينت كده خلص شغله ونام، يروح جاي السيرفر مكمل شغله. بقيه الكود بقى، بص بقيه الكود هيروح جاي السيرفر طابع الميموري، او طابع الحاجات اللي في الميموري اللي هي التغييرات اللي عملها الكلاينت. بمعنى يعني ايه؟ هيطبع الحاجات اللي اتعملت في الميموري. احنا اتفقنا ادي السالب واحد، يجي الكلاينت يشتغل يعدل، يجي الكلاينت يشتغل يعدل ويطلع ارقام غريبه، يروح جاي نايم. وبعد ما ينام بص هتلاقي، شايف الارقام دي اهي؟ هتلاقي الارقام دي هي دي بالظبط، هي دي بالظبط ما عدا اول رقم. ليه؟ مش لازم تعرف. حتى بص 2 1 3 6 4 4، 2 1 3 6 4 4، بص هي ما فيهاش اي تغيير. وخد بالك الكلاينت نايمه، كل الجزء ده هنا الكلاينت لسه ما شرحناه، لسه ما شرحناهوش تمام. طيب بعدين بعد ما طبعت اللي في الميموري حاليا، اعمل لي بقى، غير لي بقى كل الارقام بسالب واحد. والله لو لقيت رقم بسبعه، او ما لقيتش اي رقم غير السبعه، حطولي بسالب واحد واطبع. طيب غير كده اطبع الرقم هو، يعني انت لو لقيت بسبعه اطبعها لي، ما لقيتش اي رقم غير بسبعه غيره واطبع، غيره لي بسالب واحد واطبعه لي تمام. بعدين دي الحبه دول، دي اللي هي الحبه دول، الحته اللي انا قلتها. بعدين بعد كده لف تاني بقى على الميموري من اول وجديد، ولو لقيت سبعه، بص الحبه دول كده هيلف على الميموري تاني من اول وجديد، ولو لقيت سبعه تعمل ايه؟ تقول لي ايه ده؟ اوبا انا لقيت سبعه يا عم الحاج. وخد بالك بقى من حته، روح صحي الكلاينت، روح صحي الكلاينت واخرج. ليه بقى انا قلت ليه روح صحي الكلاينت؟ لان انت لو ما صحيتش الكلاينت والسيرفر خرج، هتلاقي الكلاينت هيفضل نايم، او ايه، مش بمعنى او مش بمعنى اصح ان هو يفضل نايم، هتفضل اللوبه، فاكرينها اللوبه دي هتفضل شغاله تمام. والكلاينت يعني الكلاينت هيفضل شغال على اللوبه دي، يبقى معنى ذلك ان الكلاينت ما فاقش من نومه. فاهم انت قصدي؟ يعني انا عايز افوق الكلاينت عشان اقول له خد بالك ده احنا لقينا سبعه عشان نخرج انا وانت مع بعض، زي نحط ايدينا في ايدين بعض ونخرج، فاهمني؟ فعشان كده بقول قبل ما بخرج، قبل ما بخرج من البرنامج خالص، اكزيت زيرو دي بتخرج من البرنامج خالص، روح صحي الكلاينت بس كده، بس ده البرنامج كله تمام. طيب افرض ان مثلا ما لقيناش سبعه، افرض ما لقيناش سبعه خالص، اللوبه دي كده ملهاش اي لازمه، ايه اللي بيحصل؟ لو ما لقيناش سبعه هقول هنا والله احنا ما لقيناش سبعه، وروح صحي الكلاينت عشان يكمل شغله. يعني انا في كلتا الحالتين، لقيت سبعه ما لقيتش سبعه، هصحي الكلاينت. في حته بقى، طب تتوقع انت انه حتت من الكود اللي هتتعاد؟ انا اقول لك بقى الحتت اللي من الكود هتتعاد، اللي هي ايه؟ من اول لما السيرفر يجي ينام، يعني انا اول لما باجي انام عشان اخلي الكلاينت يعمل شغله، دي الحتت اللي في الكود هتتعاد. فانا بدل ما بكتبها كل مره هكتب نفس الكود ده، اكيد ده طبعا غلط خالص. انا هفضل اكتب نفس الكود، هفضل اكتب نفس الكود مرات كتير. طب افرض السبعه ما طلعتش في المرات دي، خلاص يبقى الكود بتاعي غلط؟ لا،
فانا بعمل الحته دي، بقول هنا ايه، بعرف زي ليبل كده او بو او قول معايا كاونتر اسمه اجين، وباجي في اخر البرنامج بقول له ايه جو تو اجين، يعني عيد تاني، عيد، افضل عيد لغايه لما ايه، لما تلاقي رقم 7. تمام، نفس الكلام اللي انا عملته هنا هو هيتعاد تاني في الكلاينت، بس بدل ما بغير الارقام اللي في الميموري لسالب واحد، لا انا بغيرها الارقام عشوائيه، ولو لقيت 7 بايه، بص اهي الحته دي اللي هي لو لقيت 7 بروح جاي عامل ايه، بروح جاي مغير البوينتر بسالب 2، واحنا اتفقنا بوينتر سالب 2 روح صحي السيرفر، وبعدين اخرج اكزيت 0، اخرج من البرنامج خالص، شكرا. بس ده كده على ما اعتقد الاسايمنت بتاع البوزكس، انت كده فهمت الفكره العامه؟ تمام، مش عايزك تحفظ، افهم الفكره، افهم الفكره بس، واعرف بس الفانكشنز الغريبه دي بتعمل ايه. تمام، كان في اللي هو البرنامج ده، اللي هو فاكر انت البرنامج اللي هو بتاع اطبع ستاتيك انفو، مش عارف لو دوست واحد تطبع مش عارف ايه، اتنين مش عارف تطبع ايه. بص يا سيدي، ما اصل ما يعني استحاله ان اشرحه، لان كده كده جالك في الامتحان ايه السؤال اللي فيه، قال لك ايه الملفات اللي تحت بروك بروس سوري، وايه اللي تحت مش عارف ايه الملفات اللي تحت بروس. بص اعرف الملفات اللي هي تحت سلاش بروس، اكيد السؤال ده عمره ما هيتعاد تاني. ال اس سلاش بروس اهو، فين هتلاقي هنا، لا سوري، بدل التعب اللي احنا فيه ده، ال اس سلاش بروك ميم انفو، هتلاقي بص تحت سلاش بروك ملف اسمه ميم انفو، مش عارف تحت سلاش ميم انفو ده بيعرض الاستاتيكس او الاحصائيات بتاعت الميموري، ال اس سلاش سي بي يو انفو، سي بي يو انفو بيعرض لك ايه المعلومات بتاعت السي بي يو، ومش عارف باين الكيرنل فيرجن او حاجه زي كده. في ايه تاني، كان في واحد تاني اللي هو الاب تايم، باين اب تايم صح كده، بيقول لك ان السيستم كان صاحي من امتى وبس يعني. وان شاء الله كده ربنا يكرمكم بالتوفيق، واتمنى ان انا مطولش.